السلام عليكم أحبابي في الله، كل عام وأنتم بخير. جعل الله عز وجل أياما وأوقاتا عظيمة وفضلها على أيام السنة كلها، وهو يوم عرفة، ولكن لما خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم فتابعونا، ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. إن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة القمري، وهو اسم مركب من كلمتين هما يوم وعرفة، واليوم هو جزء محدود من الزمن، بينما عرفة هو مكان محدد ومخصص، وأطلق على الجزء من هذا المكان في الماضي اسم عرفات أو عرفة. ويرى العلماء أن سبب تسمية عرفة بهذا الاسم هو ما حصل من أحداث في ذلك المكان، لذا سمي بعرفة. ومن هذه الأحداث عندما هبط آدم عليه السلام وحواء من الجنة، حيث نزل كل منهما في منطقة معينة من الأرض، ثم شاءت قدرة الله عز وجل بأن جمعهما في عرفة، حيث اجتمع في هذا المكان وتعرف، ولهذا سمي المكان بعرفة. بينما يرى آخرون أن عرفة اسم مشتق من الاعتراف، وهو عكس الإنكار والجحود، ففي عرفات يقول الحجاج بتلبية نداء الله ويهللون ويكبرون، وهم بذلك متضرعين لله ومعترفين بخطاياهم وذنوبهم ومرددين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار. يعتبر يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، إذ يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث نزلت هذه الآية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو بعرفة. ومن الجدير بالذكر أن ما يميز الأيام العشر من شهر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، فهذا اليوم من أعظم أيام الله، ففيه تغفر الذنوب والخطايا وتستجاب الدعوات، ويباهى الله سبحانه وتعالى أهل السماء بعباده، كما أنه يوم العتق من النار. وبالتالي فإن يوم عرفة من أعظم الأيام وأجلها، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ولقد أجمع العلماء على أهمية صوم يوم عرفة، وقد بيّن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، حيث قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وبذلك فإن صيام يوم عرفة يرفع من درجات المؤمن ويزيد حسناته ويكفر سيئاته. وعلى العموم لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة، وإنما يتوجب عليه التفرغ للعبادة والدعاء، وألا يشغل تفكيره بالطعام والشراب. أما غير الحاج فيستحب أن يصوم لينال الأجر العظيم، وهو تكفير ذنوب سنة قبله وسنة بعده. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاز به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام، ويا مجيب الدعوات، استجب لنا دعواتنا في هذه الأيام المباركة.